إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وإم جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وإم يا إنسان بيقسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك بتنكر الوراق العتيقة بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة بتنكر زمانك مكانك تدعس الورود البريئة ليه يا إنسان إنسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم يا إنسان أنا ما عم بطلب منك تتفرغ لي ما تشتغل شغل غيري بعرف إنه عندك ولادك ومشاكلهم ومشاكل الشغل أنا بدي حقي من وقتك هذا الجزء الصغير اللي حضرتك خصصت لي اياه بدي اياه بالكامل كثير هيك لك يا حبيبتي يا روحي اعطيني فرصه بس لحتى ارجع انظم اموري تركبت دفعه واحده مثل ما لك شايفه وحياتك لاتفرغ لك كليا الايام جاي شبنا وما هيك ماني متنازله عن حصتي فيك شو صار لك اليوم؟ خير استاذ غلطانة بشي؟ لا شايفك رايحة جاية بالغرفة يعني في شي؟ متضايقة من شي؟ لا سلامتك استاذ كل شي تمام الحمد لله طيب روحي على شغلي حاضر استاذ استاذ بيسلم عليك الوالد وبيقول لك انه هو مستنيك اليوم على العشاء شو؟ عشاء؟ ايه تذكرت طب لشو هالسرعة؟ هو حابب يتعرف عليك خصوصي انه حضرتك اللي طيب مالي نسيان وردي مالي نسيان خلص ماشي الحال بس اليوم يعني؟ اذا ما عندك مانع ايه طيب ماشي الحال خلاص اليوم بس نخلص شغل نطلع انا وياكي سوا شو رايك يا ميت اهلا وسهلا يا حلت علينا البركه استاذ عن اذنك اي ولا لا يعني انت بتعرفي
انت من خلال تجربتك شلون حاسه؟ بقصد كيف ممكن يعني انه الواحد التجربة الاجتماعية غير التجربة الكيميائية، والحالة هون لا بتتكرر ولا بتتشابه. رح اشرح لك اكثر. هلا اذا جبنا اس او 4 زائد قطش 2 رح يطلع معنا قطش 2 اس او 4، وهي العملية بتتكرر وبتتشابه كل ما جمعناهم مع بعض، يعني الحالة دائما وحدة. اما الحياة الاجتماعية بتختلف، لانه يلي صار معي انا ما بالضروره يصير معك انت، مع انه انا مطلقه وانت على وش طلاق، بس انا وضعي غير وضعك وزوجي غير زوجك. خلصتي؟ جيب لك لوح اسود تكملي المحاضره؟ ضروريه هالمقدمه؟ يعني ما فيك تنسي انك انست كيمياء حتى ونحن بهالحاله؟ صدقيني يا وفاء، أنا خايفة أنصحك تطلع النصيحة مو بمحلها. بس أنا ما رح لومك. أنا ما عم بحكي عن اللوم، خايفة تنعكس النصيحة عليك بشكل سلبي. يا ستي مع هيك بنصحك ترجعي لبيتك وولادك. يعني أنت حاسة بالندم؟ شو بقى بينفع الندم؟ وحتى لو كنت ندمانة ما رح صرح عن ندمي علنا، بقى لشو الندم؟ بشو عم بتفكري؟ عم بتفكري بكلامي ولا عم بتقارني حالتي بحالتك؟ ما بعرف، حاسة حالي على مفترق طرق، خايفة اسلك شي طريق Ooh.
وينه عماد؟ عماد؟ خير عليا، شو بك؟ عماد حلا تعبانة، تعبانة كتير. شو بها؟ شو صار لها؟ ما بعرف شو بها، نفسيتها كتير مخربطة. بتكون عم تتغنج حتى ما نحاسبها. عماد عم لك نفسيتها كتير تعبانة، من شوي حاولت تقتل حالها. شو عم تحكي؟ طب مالك، كل شي بالرواق. شو عم تحكي انتي؟ بعد هيك اشوف. عماد كرمال الله يطول بالك. خدامي عند حدا. يو، وشو فيها إذا دارت بالها على مرت عمها؟ لك مو بس مرت عمها، خالتها أخت أمها. والله هذا اللي صار. يا سيدي، الناس أشكال ألوان، كل واحد رضيان بعقلاته. عدم المؤاخذة، لأكون مللتكم بهالحديث اللي معد. أعوذ بالله، بالعكس أنا تضايقت على ست الوالدة، أمان يسلم لي عليها. الله يسلمك. يلا بخاطرك. مع السلامة. شو خطر على باله يتعنا ساعة مشان يحكينا الحكاية ببعض؟ الظاهر عم يسمعنا انه امه مشلولة وبدها كنا تدير باله عليها. نحن شو دخلنا بالموضوع؟ شو بيعرفني؟ اسأله. هدى، نحن اتفقنا معه. هاني، الزلمة عم يفش قلبه، وين الغلط بالموضوع؟ يعني هو ما في غلط بس. يلا يلا، تأخرنا على أمك، امشي. تأخرنا ما هيك؟ يلا جهزي حالك مشان نمشي فورا. أنا جاهزة أستاذ. طيب. شوي نراجعوا.
قصدي أهلي بيغلى قلبهم عليك. إيه؟ إيه بس أنت تعرف الشغل يعني خايف أنسى شغلي لأنه الشغل ما بيرحم الواحد يعني شو بده يتذكر لا يتذكر تعرفي أنت هلا الظروف شلون صايرة. سبيني سبيني لتحت لحك.
بابا انا امتى مديت ايدي عليكي ولا ضربتك كف؟ ولا مره. عال لكن ليش خفتي مني وقت اللي شفتيني وكانك شايفه دراكولا؟ كنت اضرب ماما. لك يا بابا ما في رجال ما بيضرب مرته، يعني بضطر احيانا انه يعني كيف بدي اشرح لك، بس يعمل له كف هيك على الخفيف لمجرد التنبيه، او بيكون متضايق او معصب منها ما بيخلى الامر. وهي كمان كثير احيانا بتكون معصبه ومزعوجه منك بس ما بتضربك. لو بتقدر ما كانت قصرت. يعني يلي بيقدر ما يقصر، مشان هيك ما حسبت يزن. ما لك بابا لا تقلبي علي المواجع، على مالك علي يا بابا. خلاص بوعدك اني صلح الموضوع، صدقتيني. لسه ما فتحنا عيوننا. خلص هاني، الرجال اجى مشان يقول لي انه هو طلقني. هو قال لك هيك؟ ايه والله، وبصراحة كتير انزعجت، يعني معقولة لهالدرجة؟ وانت شو قررت؟ شو قررت؟ بدها شو قررت؟ طيب استاذ سامي، اسمح لي اعتذر عن التصوير اليوم؟ لا بس اليوم. إذا بدك تروحي لتصفي حساباتك مع جوزك ما حاسمح لك، إذا عندك شغلة مهمة تكرم عيني. شغلة مهمة؟ تأكد من هالشي. خلص تكرم عيني. على إذنك. الله معك. يعطيكم العافية. بدك شلون يا أستاذ حسان؟ يلا شباب يلا. طارق وين السيارة؟ طباخ بلا الدوام اليوم.
كثير امبارح. خلي على راحتها مثل ما بدك. لو بدي اسالك، لما كنت توصلها على المدرسه كنت انسي عليا؟ بصراحه انا كنت من فتره بدي احكي معك بهذا الموضوع، بس يعني انا ما حبيت اتدخل بخصوصيات حلا وحياتها، ويعني خاصه بانه انا وعدتها انه ما اجيب سيره لحدا. لؤي احكي اللي بدك تقوله بدون مقدمات. لك احكي شباك. بصراحه انا شفتها مع فواز. استناني دقيقتين عن إذنك، بس لغير ثيابي. ست ما يرد ان شاء الله ياخذ ما يجيب. اعتبر زهرة تشرشحت وطلقت. الله يخلي لنا اياك يا استاذ. شو جابي؟ ليش اتفقنا امبارح؟ مرحبا. اهلين. بس انا ماني جاي حتى لي اشتغل، جاي حتى لي اشوفك. بتشوفيني بالبيت مو بالمكتب، هلا المكتب للشغل. يلا حبيبتي يلا الله معك، رجعي على البيت يلا. لهالدرجة بتغار علي؟ طبعا بغار عليك كثير. مو انت حبيبتي وخطيبتي؟ بموت عليك من الغيرة. طيب خلص بقعد جنبك هون، ما بفتح تمي وما بلهيك عن شغلك، والله ما بلهيك حبيبتي. مو مشان تلهيني وما تلهيني، زباين فايتين طالعين،
مو قلت لك بموت عليك من الغيره؟ يا لطيف، اتاري غيره الرجال شو صعبه. طيب شو رايك توصلني على البيت؟ وردي وردي عندي شغل انا، خلصيني بقى. طيب طيب خلص، مستنيتك المساء بالبيت، لا تتاخر. خلي على حالك بالطريق. لعبتك شو عامله بحالك؟ ما رح اترك ايدك لحتى تسمعيني ولو كلمة واحدة. شو بعدين؟ لا تخلي عرجنا يطلع اكثر من هيك. هاتني ولو مش هني ولو. تفضل شو بدك تقول؟ روح حبيبتي خلص، خليك رايح. وصار لك حفلة تاريخية لمت عليه الشركة كلها، لك ويمكن جيران الشركة كمان. طيب هي وين هلا؟ قعدت عنده شوي بعدين راحت، يمكن كملت له الغسيل. ايه ما شبعت من الغسلة اللي غسلته اياها بالاول. وانت ليش مبسوط كل هالقد؟ انا؟ لا ابدا حبيبتي، مين قالك انه انا مبسوط؟ لؤي كانت وجهة نظره انه الخبرك وانت بتتصرف. لؤي جاب يعني راحت وليلتك شد فيك. ليش؟ لأن شايفتك مثل هالصرماية. ليش هيك الصرامة؟ أحسن ما تعيش معي. اشتغلوا على شيء من حديث امبارح، بس والله ما حكيت شيء زعيم. وبعدين اخي حتى لو كنت عم لمين، وين الغلط؟ شو فيها؟ الو، اهلين. هاني اهلين، من وين عم تحكي؟ الجيران خير؟ ليش تاخرت اليوم؟ لا 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 ولو ولا يهمك، دير بالك عليها منيح.
أهلين، الله معك. خليك نايم، نومك عبادة. ليش ما خبرتني عن قصة فواز؟ بصراحة أنا ما كنت حابب أتدخل بحياتي حالة الشخصية، بس إن شاء الله إن شاء الله أكون تحت على خير. عم تفيق الصبح على المنبه العادي؟ ما في على المنبه اللي جبتي لي إياه. إن شاء الله ما عم يزعجك صوته. بالعكس، أحلى متعة. لا تنسى عليها، لا تنسى عليها. تعرفي أحلى كلمة بسمعها طول النهار. طيب وبعدين؟ شو بعدين؟ لامتى بدك تضل تلمحه بس؟ ما بدك تصرح بشكل علني؟ يعني أنا بودي بس بس لك احكي بقى خلصني بس. شو؟ انا خايف على ردة فعل اخوك، يعني خاصة انه عماد هالايام هي ما له طايق يسمع شيء. ليش الموضوع اللي بدك تحكي فيه له علاقة بعماد؟ لا، موضوع له علاقة فيكي. خلص لك، هات لشوف شو بدك تقول. Thank you.
القصة ما بدها كلها زعلة. معلش أمي، معلش تركتها تقهرني، أنا بعرف شو بها. هاني كلمة تطلق أمانة سهلة. ولك ستي بالناقص، أصلاً أنت هيك بدك من الأول. أهلين معلم. سلامات هاني. أهلين معلم. غلي قلبي عليكم. خير؟ شو بس ست هدى؟ تفضل معلم، تفضل تفضل. لا ولا تفضل. لا لا تفضل تفضل، ما بصير. يلا يلا. شرف. يا ابو شو معلمي خلدون. يا اهلا وسهلا يا ابني. اهلا وسهلا. يا خالي اهلا. تفضلي. يا عبي شو ما في زوم يا ابني، ليش هيك معذب حالك؟ انتوا غالين علينا. سلام. ان شاء الله ما على قلبها الا العافيه. الله يعافيك. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. اهلين معلم. اهلين. المفروض انه يحميني هيك؟ هي هي القوة اللي رح استند عليها حتى امن على حياتي. دكتورة، نحن هلا بنجيبه وبيكتب تعهد انه ما يتعرض لك باي مكان. ايه، واذا رجع وتعرض لي؟ بنرجع بنحبسه وبنقدمه للقضاء. ايوه، يعني بنمله يومين ثلاثه بالسجن وبيرجع لعوايده. والله هذا اللي ممكن نقدمه ضمن القانون. اي قانون هذا اللي عم تحكي عنه؟ اي قانون هذا اللي مو قدران يحميني من واحد صايع حقه فرنجين؟ اي قانون هذا؟ معقوله؟ معقوله كل هالامن وكل هالقوانين اللي عندكم مو قدرانين تحموني من واحد حول حياتي لجحيم ولافلام رعب؟ يا دكتوره، نحن ما بنقدر نعمل اكثر من هيك. بنقدر نحوله للمحكمه بتهمه اقتحام الصيدليه، بتهمه الاستيلاء على املاك الغير بالقوه، بتهمه الادمان. بس القاضي ما بياخذ غير بتهمه واحده. وخمس ست شهور وبنطل لي من جديد. ممكن. شكرا. انا بعرف اتصرف اكثر من هالقانون تبعكم. زادني حبيبك ولا هيك مجرد كلام بيطلع معي؟ وزع خبز وزع. تفضلي. شرف استاذ يامي.
واجب تجاه اولادنا والعيله ولا لانك بتحبيه؟ ليه يا انسان كل ما بتقوى بتقوي معك هالظلم؟ ليه يا انسان كل ما بتكبر بتكبر معك هالهم؟ جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. جرت ألم تمحي يلي حنان ولم بيتك ضناك وقلبك ولك كان أب وأم. بيأسى أساك لما بتشوف الحقيقة تنسى هواك بتنكر لورا العتيقة. بتنكر زمان قامك تدعس لورود البريئة. بتكبر معك هالهم.